سلام المسيح معكم مشاهدينا. بيقول القديس بولس برسالته لتلميذه تيموثاوس: أناشدك أمام الله أن تبشر بكلامه وتلح في إعلانه بوقته أو بغير وقته، وأن توبخ وتنبه وتعظ صابرا كل الصبر في التعليم، فسيجيء وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم الصحيح، بل يتبعون أهواءهم ويتخذون معلمين يكلمونهم بما يطرب أذانهم، منصرفين عن سماع الحق إلى سماع الخرافات. هالكلام كأنه موجه إلنا اليوم، وحتى ما نسمع الخرافات لكن كلمة الحق. عم نتابع قراءتنا للوثيقة اللاهوتية التوضيحية يلي أصدرتها بكركي تحت عنوان الحقيقة المحررة والجامعة ضمن برنامج حقيقة التعليم مع المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي عن الجبة وصغرتا. سيدنا أهلا وسهلا فيك كمان مرة. فيك التأهير. شكرا سيدنا. فإذا نحن مثل ما صاروا يعرفوا المشاهدين عم نتابع قراءتنا للوثيقة التعليمية، واليوم وصلنا للمقطع رقم 11 يلي عنوانه العقيدة وتفسيرها. مفروض يكون لقاء اليوم كتير شيق حول هيدا الموضوع. بتحب تقول شي كلمة قبل ما نبلش بالقراءة ولا منبدأ مباشرة؟ اللي بدي أقوله أكيد يعني هيك ممكن يذكرنا شوي بكل اللي كنا عم اللي قلناه بالحلقات السابقة. نعم. بذكر إنه وقت اللي بنحكي عقيدة، فإذا نحن عم نحكي عن شيء هو من وديعة الإيمان، مش كل شغلة هي بالعقائد الكنسية اللي بيصدر عن السلطة على إنه من الوحي، من الإلهام يعني الكتاب المقدس أو من التقليد المقدس بيفوت بهذا التعليم الرسمي، والبعض منه بيصير اسمه عقائد. كمان مرة الماضي شفنا تراتبية في الحقائق أو في العقائد اللي كتير اشتغلنا عليهم وفهمنا عدة أمور، اللي هي إنه الله المحبة والمخلص هي الفكرة الأساسية ومنها بيطلع كل الباقي. اليوم رح نشوف كيف إنه حتى باقي العقائد بتجي تتكمل هيدي الصورة الأساسية، تتكملها. بدون هيديك الصورة الأساسية الله المحب والمخلص، كل باقي العقائد بقى لونين. الأسرار شو قيمتهم إلا أنهم يفوتوني بمحبة الله وخلاصه. مريم العذراء إذا ما بتاخدني إلى المسيح المخلص والمحب ما إلى دور. تمام. فإذا رح نبدأ بالقراءة، صرنا مشاهدينا بالرقم 11. إن العقيدة هي الحقيقة التي تحددها السلطة الكنسية بصيغة معينة وتعرضها على المؤمنين أنها موحات، وبهذه الصفة هي ملزمة وتتطلب قبولاً لا رجوع عنه، مرتكزاً على طاعة الإيمان الذي يقبل الوحي من الله. هالجملة عم ترجع تحط، يعني أنا كنت عم جرب أشرحها قبل ما نقراها، بضيف عليها نقطة واحدة، إنه العقائد بتحددها السلطة الكنسية بصيغة معينة. شوي شوي رح منشوف شو هي العقائد اللي هي يسوع المسيح بشخصه. الكنيسة ما بتعلن عقائد، ولكن بالحقيقة بتعلن، مش إنه بتعلن بأي معنى، ما بتخترع عقائد، هي بتتعرف على هالحقيقة اللي هي يسوع المسيح وبتعلنها، ولكن بصيغ يعني بكلمات بشرية. هون معنى العقيدة وتفسيرها. الكنيسة بتفسر هالعقائد بكلمات، مع الوقت بدهن شرح، مع الوقت بتغيرهن. هلأ بقراءة النص رح نفهم أكثر وأكثر. تشرح العقيدة الوحي النهائي الذي تحقق بيسوع المسيح. يعني العقيدة الأساسية هي أنه الشخص يسوع المسيح. العقيدة هي شخص يسوع المسيح. نحن منصير كل مرة نعلن عقيدة بمجمع مسكوني، منكون إذا بدك بكلام بسيط منه كتير دقيق لاهوتيان، عم نعطي صفة من صفات يسوع، عم نتعرف على صفة منه. أنه خالق، أنه مخلص، أنه تجسد، أنه يعطينا جسد يعني ودمه. هدف العقائد يلي بتعلنها الكنيسة هي لحتى
نقدر نفهم يسوع المسيح صح. وندخل بسره صح. هيك فينا نسميهم هيك بطريقة مهضومة وحلوة. العقائد هي نوع من الحج حوالى يسوع المسيح، عم ببرم، عم بتقرج عليه، عم بتعرف عليه كله سوا، عم فوت كل مرة ب استعملت هالعبارة أنا صفة من صفاته الخلاصية طبعا. فإذا تشرح العقيدة الوحي النهائي الذي تحقق بيسوع المسيح يسوع وتساعدنا على فهمه، علما أنه لا توجد عقيدة واحدة تستنفد كل الوحي، بل العقائد بالإجمال بترابطها ببعضها البعض تدخلنا في فهم الوحي ككل. هيدا اللي كنا عم نقوله، أنا عم ببرم حوالي الحقيقة كتير كبيرة. لذلك ولا مرة، وهيدا بيرجع بيربطنا بحلقة مرة الماضي، ولا مرة بقدر باخد عقيدة وحدة واجعل منها هي أهم اكتشاف. ما بقدر اخد موضوع المطهر وأنا أقول من هون بدك تطلع بإيمانك المسيح، ما بصير. بدي كل عقيدة عم تترابط مع العقيدة التانية اللي حوالياتها حتى لأقدر اجمع كل الصورة، وانطلاقا من تراتبيتها الله الثالوث اللي هو محبة وخلاص، هو اللي بيعطي المكان لكل باقي الأمور مثل ما شرحنا تماما مرة الماضي. كم عقيدة في بالكنيسة؟ وهون صار بدنا اختصاصي بالعقائد، أنا ما بقدر عدهم، ما بعرف. في كتير يعني أعلنت الكنيسة نعم عقائد كتير. نعم. طيب ممكن تعطينا أمثلة عن عقائد؟ دايما بنرجع على نؤمن، هو اللي بيجمع كل عقائدنا. نؤمن بإله واحد، هي عقيدة ثالوث. يعني كيف أعلنت الكنيسة عقيدة الإله الواحد؟ هي طبعا هيك يعني طبعا في وحدانية الله. توما الأكويني هو اللي أول مين جمع كل هالأمور بالكتاب اللي هو الخلاصة اليهودية ثم تيولوجيكا، حطهم بشبيترات في الله الواحد، في الله الثالوث، في الله الخالق، في الله المخلص، كل هيدول. وهون إذا أنا عم أقول ما بعرف، هي شغل كتير مهمة، وهون يعني في تخصصات بالكنيسة، حتى السلطة الكنسية، حتى ولو كنت مطران في مطارح بدي أقول أنا بحاجة لمتخصص حتى اللي هو يرجع ويحدد الأمور. لكن إذا كنا عم نطلب من العلمان إنه يرجع للمتخصص، ما بنكون عم نقلل له من قيمته، لا من عن إنه لا ما بقى توسقوا فيه رصا ما نقصت سيئة أو لقصت إني عم كرمك وتكرمني. طبعا بأمور الخلقيات الأخلاق المسيحية بدي يروح لحدا عامل مورال، بأمور الليتورجية بدي يروح لحدا عامل ليتورجية. يعني حضرتك سيدنا وما هيك حبيت انك تفوت بموضوع العقائد لانه ذكرت منه اختصاصا طبعا. فكيف يعني نحن هالمؤمنين يلي اختصاصنا منه شيء ابدا، ولكن لقطين كم كلمه من وعظة الاحد والقديس الاول ارباني ومنجي منناقش فيهم ومنشارع فيهم وهول الحقيقه وكل الحقيقه، ويلي ما بيؤمن بهول يعني صار مهرطق. فيعني قديه كبير الخطا يلي نحن عم نرتكبه لما بنكون عم نتعامل مع بعض بهيدي الطريقة. لذلك لآلته الوثيقة، طيب لكن العلماني ما بيحكي بلا، أنت مبشر، أنت حامل الكلمة، طالما ما في خلاف، وقت بيصير في خلاف يا عم يرجع بنحلل لك الخلاف وبتكمل رسالتك، بتكمل بشارتك. نعم. فإذا السلطة الكنسية مع المؤمن في البشارة، منا ضده بس معه. نعم. ذكرت عقيدة قبل شوي المطهر، في عقيدة نعم انه عقيدة انه تقول انه المطهر موجود طبعا والناس بتروح عليه لحتى نص. نعم بعيدا بنلاقيها بكتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكة وكمان المجامع، اعلن في بعض المجامع بدنا نرجع نشوفه وين هي العقائد. تعلن فقط بالمجامع المسكونية طبعا او تعلن بالسلطة المعصومة من قبل البابا، مثل أعلن بال 1800 وشيء حبيلة بها بلاد الناس. فإذا في طريقتين، إما المجمع المسكوني إما التعليم المعصوم، ولكن له شروطه اللي بيصدر عن قديس الحبل. هلأ بالنسبة لعقيدة الحبل بلاد الناس أكيد بدنا نحكي عنها، ولكن رح نتركها المقطع المخصص لمريم العذراء. رح نتابع. ما يساعدنا على فهم هذه العقائد هو التمييز بين الحقيقة في ذاتها والصيغ المستخدمة للتعبير عنها. ماشي، هيدي الشغلة هي الأساسية. كل المقطع بيدور هون. كنا عم نقول العقيدة هي المسيح بشخصه وبعمله الخلاصي، هيدي هي العقيدة اللي نحن ولا مرة قادرين نحوطها كلها برأسنا. لذلك حتى المجمع المسكوني يعبر عن فهمه للحقيقة بكلمات بشري،
يعني ما بتعطي الحقيقة حقها، بتعطيها شيء من حقها. المعصوم مش الكلمات، المعصوم هو الحقيقة اللي عم يعلنها المجمع. يعني ما نتوقف على الكلمة؟ لا، ما فينا نتوقف على الكلمة، والكلمة بدها تتغير مع الوقت. كل مرة منلاقي كلمات أفضل. بالحلقة الماضية كنا عم نحكي عن مفهوم الكنيسة الكاثوليكية، اللي بالأول كنا عم نقول عنها روما والتبعين لها، بلشنا نشوف أنه لا، هي كنيسة أوسع، بلشنا عم نفهمها بشكل أوسع. فإذا الحقيقة اللي منعلنها منعلنها، ولكن مع الوقت صيغة الجملة اللي تم استعمالها بتتغير. هلأ قبل شوي أكيد بالنسبة لك حسيتي كيف العقيدة مطهر؟ نعم. طب والأرثوذكس؟ نحن والأرثوذكس ما عنا اختلاف حول المفهوم، لكن حول التعبير. ولا يعني الأرثوذكس بقولوا في مطهر، بس ولكن كل واحد عنده صورة مختلفة للمطهر. نيناتنا منقول ما بيفوت على السماء إلا الشخص اللي هو تطهر بشكل كامل من خطاياه. الأرثوذكسي بيقول، الكنيسة الأرثوذكسية بتقول، عند الموت المسيح يطهر الإنسان فورا من كل شيء عظيم. الكنيسة الكاثوليكية بتقول عند الموت يتطهر الإنسان بالمطهر عن خطيه. بعدنا عم نقول ذات الحقيقة مع الوقت. هيدا قوة النقاش المسكوني. الصورة كمان ما بدي فوت بالمطهر هلأ لأنه خصصت له الوثيقة، بس في 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 اختلاف حتى بالصورة. يمكن عند الصورة. عند الأرثوذكس يمكن المسيح يطهر ربما يعني منه كأساس، منه كألام، منه هيك. بينما يمكن هنيك صار في اكثر المقطع صورة، لانه مين قال انه مطهر أساس؟ فيسبوك، بس مش تعليم الكنيسة. اذا بنرجع لكتاب تعليم الكنيسة من الايام محطوطة هون بالوثيقة بتقول بالحقيقة بتعطي هذا المعنى انه المطهر هو نعمة، لانه الله عم يقول لك انت خرج السماء، هيدا حضرك له، هيدا شد بايدك تطلعك عليه. بس بالكتاب المقدس ما بتورد ولا مطرح كلمه المطهر. ما بتورد، ولكن الفكره موجوده بالمقطع عم نوصل عليه. ما بدي اضيع، ما هو هيك المطهر. ما بدنا نفوت فيها هلا، اسمع نروحه بعدين طبعا. فاذا الحقيقه وحده، ولكن الصياغ المستخدمه لتعبر عن هيدي الحقيقه هي اللي عم تعمل هالخلافات او هالضعف بالحقيقة، يعني ما بتوصل مثل ما هي. السلطة الكنسية ولا مرة عندها مشكلة، لأنه السلطة الكنسية بتعرف أنه اللي عم نقوله هو حقيقة مطلقة اللي هي العقيدة، ولكن عم نعبر عنها بكلام بشري بده شغل. لذلك بتشوفي لو كانت السلطة الكنسية مفكرة حالة اللي بتقوله صياغه نهائية، ليش عملنا 7 مجامع مسكونية؟ ليه كنا عملنا واحد وقلنا بدنا نقوله خلصت القصة؟ طب ليه؟ ما لأن عم تشوف الحاجة لمواكبة التطور اللغوي والعقلي ومواكبة روح القدس اللي كل مرة بيفهمنا بشكل أوسع. فإذا مش بس عنده بعد اجتماعي، عنده أيضا بعد إيماني أنه الروح القدس هو يعمل فينا. طب يعني معقول يجي نهار الروح القدس لهم الكنيسة مثلا أنه المطهر غير موجود مثلا، أو الشيطان غير موجود؟ مازال ما في حدا بالكنيسة بيقول هيك. فإذا نحن متفقين. هلأ كيف بعبر عنه؟ أنه بفترات عبر عنه بلغة بتشبه النار أو بتشبيه نار. اليوم عم نقول هاي التشبيه ما بقى فينا نوقف عليها. فإذا بعدنا عم نقول الصيغة. المطهر هو أنا ما بقدر فوت على السماء إذا مني طاهر. هي فكرة ما بدها اثنين يحكوا فيها، ما بدها اثنين يحكوا فيها. عرفتي كيف؟ كيف منفهمها؟ الكنيسة بتحط لها الصيغة اللي وصلت لها بفهمها اليوم لها، وهي بتحط أفضل صيغة عنديها. إذا مع الوقت بنعمة روح القدس فهمنا أكثر، إيه طبعا منضيف على فهمنا الأول فهم آخر. بس نحن ما منغير، نحن عم نعمل فهمنا طابق فوق طابق فوق طابق، وبتصير أوضح. يعني كأنه البشرية كلها كأنها تمثل الإنسان، وهالإنسان عم ينمى شوي شوي طبعاً. يعني طبعاً منتابع. أوكي. فنحن لا نؤمن بالصياغ
بل بالحقائق التي تعبر عنها. كثير مهمة هاي الجملة. شو عم نقول هالكلمة؟ هون بدي وقف عن نقطة غلط عم بصير على الفيسبوك. واحد بدي يقول الأشياء شوي مثل ما هني. يوصل واحد على المجمع التريدونتيني بيشيل منه جملة وبحط لك إياها. وإذا بتخالف أي حرف بهيدي الجملة أنت بطلت كاتوليكي. لحظة طول بالك اللي عم تقوله هو منه تعليم الكنيسة، لأنك أنت طلق مسكت بالصيغة، مسكت بالجملة. وكيف عم تغيروا؟ إيه قابل الصيغة للتغيير ولكن الحقيقة بتضل ثابتة. قال القديس الفلاني هون أسمى غير العقائد، قال القديس الفلاني من 10,000 سنة الكلام الفلاني، ما في مانع. لما بنجتزئ يعني كلمة أو جملة من النص من شوه الحقيقة. وآخر مقطع، آخر باراجراف بهيدا المقطع إسا بده يطور هاي الفكرة. بدي يقول مش بس ما فيني اجتزئ، بيقول أنا مضطر آخد كل ما قيل عن هذه الحقيقة من بداية العمل اللاهوتي لليوم لحتى ابن عليه، والاستمرارية فيه هو اللي بتكون. وآخر صيغة هي أفضل من أول صيغة. لأنه في التطور. نعم. فإذن فنحن لا نؤمن بالصياغ بل بالحقائق التي تعبر عنها، ولكننا نقارب هذه الحقائق بمساعدة صياغ الإيمان التي تسمح بالتعبير عن الإيمان وبتناقله وبالاحتفال به في الجماعة واستيعابه والعيش بموجبه أكثر فأكثر. عظيم. فإذن اللغة اللي عم تنكتب فيها حتى المجامع المسكونية هي لغة عصرة، تستعمل كلام عصرة. هالكلام هو ذاته رح يرجع ينقال عن الكتاب المقدس، انه الكتاب المقدس بيحكي لغة عصره، بيوصل لي حقيقة ملهمة نعم، ولكن بلغة عصره يلي اليوم انا فيه ما اقبلها مزبوط، يعني ما افهمها لانه ما بقى عم بحكي نفس اللغة. نعم. وبالإضافة للترجمات يلي كمان عطينا مثل مرة كمان، العهد القديم بيحكي عن الرجم، بيقدر اليوم تقول إذا الكنيسة ما بترجم بتكون مغلطة. كلمة رجم بهداك الوقت إلى معناتها، ومعناتها الرفض، الابتعاد عن، لأنه بزت الحجر أنا بعيد، هيدا الشخص خطيته كتير معدية بعاد عنه. إيه؟ أنا كمان يوم بقول إذا كان إنسان، إذا عندي ابن صغير شايف عنده حدا من رفقاته يتعاطى لا سمح الله المخدرات، بقول له أنت ما بتبعد عنه، حدا تاني بده يعالجه إتسترا. فإذا نعم، اللغة أيضا في الكتاب المقدس منا لغة مطلقة، وواصلين لها المقاطع بوقتهم. هون بيحكي بيقوله بمساعدة صياغة الإيمان. صح. شو يعني الصياغة؟ صياغة هي الجمل لفورمول، يعني كيف انا عم اعبر عن هيس عن الايمان باي صيغه باي جمله. وحده منهم تنعطي مثل بس اذا بدك تفوتي فيه هون مجددا، بطلب حدا يكون اختصاصي بالعقائد. ليش الكنيسه اليوم قالت ما بقى استعمل كلمه يامبوس اللي كانوا انه الاطفال غير معمدين بيطلعوا عليها، بس ما بقى تستعمل الكلمه بطلت موجوده، لانه هالكلمه هالصيغه نو لقيت تستعمل صيغ افضل منها. هل هي رفضت الكلمه ككلمه؟ نعم. او الفكره كفكره؟ يعني ما فيها تقول الكنيسه اليوم انه الولد يلي غير معمد اوكي بيروح على مطرح بس ما بيكون مع الله، يعني مطرح ولا. اسمه اليوم لا، ما فيها تحكي هيك يعني، لا لانه محبه الله هيدا الولد ليه شو عمل خطايا شو عمل اغلاط، طولي بالك هيدا ابن الله في روح القدس من اول ما خلق، طولي بالك اشرح لي يلا. شو قالت الكنيسة؟ مظبوط المنو متعمد ما في فوت على الكنيسة، صح على السماء صح، ولكن الطفل موته هو معموديته. فإذا ما بقى عندي واحد منو محمد، فهمنا أكثر آلام الموت اللي هو عايشه ولو برحم أمه هي معموديته. فإذا قالت الكنيسة إيه ليمبس موجود كفكرة ولكن منه موجود حقيقة، لأنه هيدا الطفل الذي لم يرتكب خطيئة، نعمة المسيح من خلال آلام موته بتطلع على السماء. نفهم أوضح، ما من ناقد، بس دايما منصير صورة أوضح أوضح. بس كيف لحتى بالأساس طلعوا بهيدي الفكرة انه اخترعوا الينبس؟ يعني كيف بالاساس يعني اساسا غلط؟ منه اختراع،
هو دائما فهم، دائما بدنا نفهم. أساس التعليم هو التشديد على أهمية الأمور. كانت الكنيسة عم بتقول المعمودية هي باب الخلاص. إذا هي باب الخلاص لكن منه معمد ما بيقدر يخلص، صح؟ لا صح، ما كتير. لا صح، بس بلشنا نفهم إنه في غير معموديات. الفكرة الأساسية ظلت موجودة، في غير معموديات. لاحظ كيف عم ننمى بفهمنا للأمور. يعني كمان بحس بتخترع الكنيسة أشياء لحتى تبرر يمكن الخطأ أبداً. الأول يعني أبداً. الفكرة غلط إنه إذا الواحد ما تعمد ما له خلاص، هاي فكرة غلط. لا بس فهمنا وكأنه الكنيسة عم تفرض على الله أشياء بشرية. الله اللي فرض عليه، مش أنا اللي فرضت عليه. المعمودية هي الدخول مع الله، بدون الله ما في خلاص. أوكي، في أنا أكون مأمنة كتير بالأول كنت عظيم بالأول كنت شايف أن المعمودية هي فقط بالماء والروح. اليوم صرنا نشوف معمودية الإيمان لذوي الإرادة الصالحة، معمودية الأفضل سميتون معموديات. يعني أنت فهمنا أن المعمودية هي أوسع. فإذا بدنا نفهم، ما زالك قبل شوي قلتي أنه البشرية هي مثل إنسان، بدي أفهم أنه هذا الإنسان بالبداية كان طفل، فهم هالقد شوي بيفهم أكتر، شوي بيفهم أكتر. هيدا متفقين عليه. عظيم. فإذا مش إنه اللي أنا ما بقبله باللي قلتي إنه الكنيسة بتجيب مبررات تتبرر غلطة، لا. الكنيسة بتقول أنا ولا مرة بقدر أفهم حتى هون، بتقول هاي العقائد ما في ولا عقيدة بتحويها. الكنيسة عم بتقول حقيقة المسيح شغلة كتير كبيرة. نحنا بدنا أكتر من 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 أبدية. تنقدر نفهم الله، ولا مره رح نفهمه كله سوا. لذلك بدنا نقبل انه يوم بعد يوم بدنا نضل عم نشتغل. لذلك العمل اليهودي سيبقى مستمرا في الكنيسه الى دهر الدائرين، لانه صر الله ولا مره رح نقدر نفهم. بس في نقطه سيدنا، الكنيسه بتعلم انه نحن لما من يعني المعموديه اجباريه كان لحتى نحن ننال الخلاص. طبعا هيدا مزبوطة، هاي الفكرة، هيدا عقيدة تعتبر انه العماد اساسي لنيل الخلاص. بس الشخص يعني اللي ما وصلت له البشارة، نعم، مجبور يعمل معمودية الضمير. فيك تعيش بلا ضمير؟ فاذا عم بلشنا نفهم المعمودية في كل مكان. بس شخص وصلت له البشارة بطريقة صحيحة ورفضها، طبعا هذا رفض المسيح. طيب انا مسيحيه، خلقت مسيحيه، بس انا ما تعمدت، ما بدي ما تعمدت، او ابني تكون هيدا ماشي. اوكي ما عمدته ماشي. بس ابني عايش كتير بطريقه مسيحيه حلوه وملتزم وهيك، ما بيكون له خلاص؟ لحظه، لانه هو مسيحي. شكرا. يعني لحظه، الكنيسه بتدل دائما وين الطريق، بس ولا مره بتعمل حكم على شخص. انت يا فلان اكس جوزيف انت مش رح بتنال خلاص لانك عملت هيك وهيك. هون تتطبق تماما جلة المسيح، لا تدينوا الشخص كي لا تدانوا. هيدا الانسان بهيدا المطرح ليش ما تعمد؟ الله وحده اللي بيعرف. يمكن ما تعمد لانه منه طيقني انا، غلطت معه، بحمل انا يمكن ما بقيني خطية بالاسرار. ليه؟ ما وصلت له بشارة صح. ما بقدر بعرف، أنا ما بقدر أفحص ضمير الشخص، بس أنا دايما بقدر أقول وين الطريق. فلان ليش مش على هيدا الطريق؟ الله وحده اللي بيعرف مين غلط بحقه. الطبيعي إذا إنسان وصلت له البشارة الطبيعية مثل ما هو لازم، مفروض يأخذ قرار، إما يقول إيه وبيطلع على السماء، إما يقول لا بيبطل يطلع على السماء. هيدا النظام الراجل. نعم. هلا بتطبيق هيدا الراجل انا ما فيني اعرف. او لك وصلت له تنقول لابنك البشاره المضبوطه، شو بيعرف؟ اكيد وصلت له مضبوطه، ما حدا بيقدر ياكد. ما بعرف، ما حدا عمل له بشاره غلط، ما بعرف. فاذا الكنيسه بتدل دائما على الطريق، اما الاكسبسيون بالعربي شو الشواذ عن القاعدة، ما بقدر بحكم عليه. الله هو فاحص القلوب والكلى، مش أنا.
طيب طالما بنحكي عن المعمودية، هل الكنيسة من العقائد بتقول إنه المعمودية هي يلي بتطهرنا من الخطية الأصلية؟ هيدا التعبير ممكن استعماله في التعليم المسيحي، بس هو منه تعبير لهوتي لهوتي بال بس الكنيسة كتير بتبني عليه، وهيدا من الأفكار يلي اليوم بنشوفها غلط. يعني ما من آمن اليوم نحن إنه في شيء اسمه خطية أصلية. ويه بس بده شرح، هذا بده حلقتين ثلاثة لوحده. ولكن بالوثيقة وردة هاي الفكرة شيء؟ لا ما وصلنا لا لأنه هذا ما انطرح المشكل بولا مطرح على وسائل التواصل الاجتماعي، ما عملنا. بدي أقول إذا بدنا نعطي تعريف للمعمودية، هي باب البنوة لله، تجعلنا أبناء الله بنعمة الروح القدس، بتطهيرنا من الخطايا، الخطايا الأصلية، كل هيدول بيجوا تي وصل. بس المعمودية هي البنوة لله. بس أنا بنت الله إذا تعمدت ولا لا؟ يعني كل إنسان هو ابن لله إذا تعمد أو ما تعمد. هيدي البنوة بالموضوع يعني الطويل العريض لازم ينحكى عنه، ما هي الخطيئة الأصلية؟ هذا موضوع طويل، موضوع منه قليل. يا ريت بركي منخليه هيدا الموضوع سيدنا من بعد ما نخلص الوثيقة ونعملها حلقة لوحدة. هلا بدي اقول لك شغلة. نعم. بالخطية الأصلية أو بدون الخطية الأصلية، نحن بطبيعتنا لسنا أبناء الله بالمعنى المعمودي. نحن مخلوقين على صورة الله ومثاله، محبوبين من الله، ولكن نحن أبناء الله. قولي بالي، ما هو إذا قلنا أبانا الذي في السماوات، قولوا إيه؟ تعلموا تقولوا. رح تحب اللي رح أقوله، طولي بالك. البنوة إلى الله، الله ما في يفرض عليك، ما في يخلقك بنته غصبا عنك. البنوة إلى الله هون بتتطلب أني أنا أقول له الله إيه بدي إياك. لذلك أنا لازم أتعمد المعمودية، هي أني أنا أقول له الله إيه. اجوا لعندي يسوع يقولوا له ايش بدك فينا نقول؟ كانه عم يقول لهم ولو بليز قولوا ابانا، معناتها بليز اقبلوا اني يكون بيكم واقبلوا تكونوا اولادي. لذلك المعموديه منا شو بدي اقول لك انا مكبل وحدا فلتني. الله عم يوقف قدام حريتي، خد تقبلني باي؟ هي يعني انا اللي بعتبره، يعني مش انه المي يلي بتنحط علينا هي اللي بتخلي الانسان يصير ابن لله. هي انا اللي بعتبرها هي تعبير خارجي عن ايمان داخلي. المي يعني لا المعمودية، يعني انا لما باخد ابني لحتى عمده، يعني انا عندي هالقد ايمان انه يعني هيدا ايماني انه الله هو باي ونحن اولاده. عم بقول له انه ايه هيدا الصبي بده يكون ابنك يا الله. ايه انت بيي باخذ الروح القدس، لانه ما فيك بلية غصبا عني. بس الروح القدس مش موجود فينا اصلا، يعني بقول انتو هياكل الروح القدس انتو كمان. هذا موضوع طويل وحلو كتير، رح نعمل ملحق للوثيقة سيدنا. الروح القدس هو اقنوم الهي، فاذا نعمه لا تعد ولا تحصى. نعم. نحن وقت اللي بنخلق بناخد روح القدس كصورة الله ومثاله، بس ما بناخد روح القدس كابناء. هيدي النعمة بدي انا اقول ايه بيجي روح القدس بيعطيني اياها، لانه بيحترم حريتي. وبرجع بعد شوي بقول له انا بدي اثبت معك، بيعطيني نعمة الثبات. برجع بقول له انا بدي ايضا جسد ودم يسوع المسيح، لانه يعطى لي كمان بنعمة روح القدس. انا بروح على المناوله وبيعطوني اياه، فاذا انا دائما بتغذى من روح القدس، باخده مره واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين وعشرة الاف. سيدنا مثل كل مرة الوقت كتير بينتهي بسرعة، منكون بعدنا أنجأ بلشنا بالقراءة ونحن عم نقصد القراءة لحتى الأشخاص اللي ما استلموا الوثيقة أو ما صار لهم وقت يقروها أو يطلعوا عليها، نكون هيك عم نقريها لحتى نعطيهم المعلومات بحرفيتها ونرجع نشرحها. فكمان بدي نختم بشغلة، بدنا نختم، وهل بدك نرجع نتابع هيدي الفكرة ولا؟ بقدر لخص على القليلة بالمرحلة الأخيرة بآخر جملة اللي بلشنا فيها، وبيقول نعم. تقدر أنا أفهم لاهوت كنيستي، بدي أوصل إلى آخر الإصدارات اللاهوتية. نحن عم نتابع الإصدارات اللاهوتية لأنه عم نشوف النمو في التعبير. كتير بعدنا على وسائل التواصل الاجتماعي عم نشوف أوقات عبارة من توما الأكويني غلط، أكيد لا،
كيف بقدر بفهمها بآخر الإصدارات. لذلك هون اللي كنا عم نقوله، ما بيقدر حدا يحل خلاف لاهوتي إذا منه متخصص، إذا ما بيعرف كل الإصدارات من أولها لآخرها. عملياً ما بتقدر تاخد كتاب وتقول أنا تعلمت كل شيء، حتى ولو كان كتاب التعليم الكاتوليكي، لأنه بده شرح، ولا كتاب آخر صادر عن حركة معينة، ولا كتاب آخر شافته قديسي بوقت ما. ما بتقدر تبني على كتاب، هيدا منه يعبر عن كامل تعليم الكنيسي ولا أي واحد منهم. طبعا كتاب التعليم الكنيسي الكاثوليكي يعبر عنه، ولكنه بحاجة لشرح مثل ما قلنا. لكن هالوثيقة قد ايه صغيرة، هي مأخوذة منهم، قلنا كم حلقة صرنا 10 11 مدري قد ايه، وعم كل مرة عم نقرأ. فكيف ما بقدر احكي عن الكنيسة الا ما اكون اخذ كل الاصدارات؟ لذلك انا بحاجة الى اختصاصيين بكل موضوع تهني يفكوا خلاف اذا كان موجود، كتير ضروري. سيدنا نحن بنشكرك، واكيد موعدنا بيتجدد الاسبوع المقبل لحتى نتابع شرحنا لوثيقة هالوثيقة يلي عنوانها الحقيقة المحررة والجامعة. شكرا سيدنا. فإذا مشاهدينا هيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم، موعدنا بيتجدد بإذن الله مع حلقة جديدة من حقيقة التعليم. إلى اللقاء.